انا هنتخب محمد مرسي، لان انا شايف ان محمد مرسي هو الوحيد اللي عنده قدره ان هو يقود البلد دلوقتي، لان عنده خبره سياسيه، لان هو كان رئيس الكتله البرلمانيه في حزب الحريه والعداله، وحصل على احسن برلماني في العالم ورئيس حزب الحريه والعداله، وكمان عنده مشروع قوي، مشروع النهضه ده مفصل وفيه عباره عن 84 ورقه في كل حاجه اللي عايز يشوفهم. يعني هو يعني مشروع شايف ان هو هيقدر يحل مشاكل البلد دي.